بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، إن شاء الله سنتكلم عن المحاضرة الرابعة الخاصة بالاستراتيجرافيك يونت أو تسمى بالوحدات الطباقية. إحنا ذكرنا في المحاضرة السابقة، أذكركم بها، كان عن الجيولوجيك تايم سكيل. ذكرنا الوحدات أو مقياس الزمن الجيولوجي، وذكرنا كل تفاصيله من باليوزويك والميزوزويك والسينوزويك، وذكرنا أيضا أنه الكائنات الحية بدأت مع الكامبريان بثلاثي الفصوص حتى وقتنا الحاضر اللي هو الكواترناري في فترة الهولوسين. زين، اليوم محاضرتنا هي محاضرة مهمة جدا، أحتاج تركيزكم وياي بها، اللي هي الاستراتيجرافيك يونت أو يسموها بالوحدات الطباقية. هذه المحاضرة مهمة جدا، أدخلناها لغرض فهم المحاضرة القادمة اللي هي المحاضرة الخامسة اللي هي يسموها بالcorrelation of stratigraphy، المضاهات بين الطبقات. فالوحدات الطباقية عندنا هناك مجموعة من الوحدات الطباقية تختلف حسب المجال مالتها أو الصفات اللي احنا نود دراستها. أول وحدة طباقية هي lithostratigraphic unit، اللي هي lithostratigraphic units هي الوحدات الطباقية الصخرية. هذه تتضمن فقط يعني a body of rock can be distinguished and defined by its lithological characteristics and its stratigraphic position relative to other bodies of rock and they can freely be defined in layered sedimentary rocks. يعني فقط عبارة عن أجسام صخرية تمتاز بخصائص صخرية معينة، وموقعها أيضا نسبة إلى الأجسام الصخرية الأخرى. زين، هذه الليثوستاتيغرافيك طبعا اكثر شيء راح نهتم به هو خاصة الصخور الرسوبية. النوع الثاني هو البايوستراتيغرافيك يونت، اللي هي الوحدة الطباقية الحياتية. هذه عبارة عن اجسام صخرية تحتوي characterized by its fossil content، تمتاز بمحتواها من المتحجرات، هاي يسموها البايوستراتيغرافيك يونت. عندنا الثلاثة اللي هي الكرونوستراتيغرافيك يونت، هذه تمتاز بالايج بالعمر، يعني where the age of the rock can be directly or indirectly determined chronostratigraphic units، يعني تحدد لنا عمر الصخرة بصفة أو بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. زين، half اللي هي الوحدات الزمنية، half upper and lower boundaries، يعني أكيدا إذا نرجع للجيولوجيك تايم سكيل هذه الصخور راح تقع ضمن زمن جيولوجي معين، فعندنا الوحدة الصخرية بها يعني upper and lower حد، وهذه الثنين لهن فترة زمنية جيولوجية. دائما دائما إنه upper and lower boundaries that are each isochronous surfaces، يعني السطح تكون الزمن مالتها متزامن متساوي واحد، يعني الوحدة الزمنية بالنسبة للوحدة الطباقية الصخرية راح يكون الأبر مالتها في زمن واحد واللور مالتها راح يكون في زمن واحد. زين، that is a surface that formed at one time، يعني السطوح مالتها كأبر ولور راح تكون زمن واحد. عندنا ايضا الماجنتوستراتيغرافيك يونت اللي هي الوحدة الطباقية المغناطيسية. بعض الصخور accepts magnetic properties، تظهر الصفات المغناطيسية، وخاصة الصخور اللي بها عناصر الحديد والنيكل، that are different to adjacent bodies of rock in the stratigraphic succession، يعني تختلف هذه الوحدات الصخرية تختلف عن الأجسام المجاورة لها باحتواها على الماجنتيك بروبرتي، وهذا راح تفيدنا صراحة بعملية الكوريليشن المضاهات
جدا هواي. هذه هسه الوحدات الطباقية اللي ذكرناها هنا الأربعة اللي هي محاضرتنا اليوم راح تكون عليها. زين، خلينا هذه الجدول يمثل لنا يعني ملخص بسيط عن المحاضرة اللي هي الليثوستراتيغرافيك. الليثوستراتيغرافيك الوحدات الطباقية الصخرية راح تنقسم إلى أقسام اللي هن جروب وفورميشن ومنبر وبيت. البايوستراتيغرافيك أيضا راح نتكلم عنها، راح تتكون من شيء اسمه البايوزون النطاق الحياتي، راح يتقسم إلى أقسام الأسامبلج والرانج وإلى آخره. الكرونوستراتيغرافيك هذا أخذناه بالمحاضرة السابقة، هذا كله أخذناه بالمحاضرة السابقة اللي هو سيستم سيريال ستيج كرونوزون، وتعرفون شنو الفرق بين السيستم والبيرد، هذا زمن وهذه كتلة صخرية ذات زمن. زين، نجي نتكلم عن أول نوع اللي هو الليثوستراتيغرافيك يونت. طبعا راح أتكلم عن نوعين فقط، الليثوستراتيغرافيك يونت اللي من الأهم والبايوستراتيغرافيك يونت. الليثوستراتيغرافيك يونت هي عبارة عن الطبقات الصخرية اللي هي ذكرناها بالريليتيف ديتينج برينسيبل، اللي قلنا عليها عبارة عن مواد تترسب ثم تصخر ثم تكون عندي صخور رسوبية ثم تجي صخور رسوبية أخرى وهكذا. فالليثوستراتيغرافي هي عبارة عن صخور، حتى عدل زين. هذه الصخور تمتاز بخاصية إنه بالتغيير الفيزيائي vertically and laterally، يعني بالجانب العمودي أثناء ترسيب الرواسب راح تتكون الصخور، فكل ما تترسب رواسب نتيجة عفوا اعتمادا على مصدر الراسب راح يكون نوع من الصخور، قد يكون لايمستون، ساندستون، دوليمايت، يعني فيرتيكالي عموديا راح يصير بها شنو تغيير هذه الصخور. كذلك بالجانب اللاترالي اللي هو يعني الامتداد الجانبي ايضا راح يتغير، وهذا راح اشرح عنه ان شاء الله بالسلايدات القادمة. هذه الجانبي هذا انعكاس عن التغيير في بيئة الترسيب، وراح نجي على بيئات الترسيب اللي هن هواية ممكن ايضا تكون عندنا هذه الفكرة. بالتالي known as phase change، بالتالي راح يصير تغير شحني معين. زين، الكي elements العناصر الاساسية لغرض الفهم التطور اللي يحصل بعملية الترسيب وشنو راح ينتج عنها. اولا راح نعرف how certain geometric relationships between rock layers arise، يعني شنو العلاقات الهندسية راح تنتجها هذه التتابع الطبقي او lithostratigraphic unit. زين، اثنين هذه العلاقات الهندسية شنو تعنينا من ناحية يعني او علاقتها بالdepositional environment بيئات الترسيب، يعني هل لها علاقة تغير لنا الجيومتري الخاص بالطبقات الصخرية لو ما لها علاقة؟ هذه أكيد راح نجاوب عليها. زين، نجي للليثوستراتيغرافي. ذكرنا أنه تقسم إلى subdivision of rock successions into units on the basis of lithology or rock type، راح تقسم إلى أقسام صخرية. أقسامها هي أكبر شيء من الأكبر اللي هي super group و الجروب، ثانية وفورميشن ومنبر، وكذلك أقل شيء اللي هو البيت الطبقة. طبعا هذا الشكل عبارة عن مجموعة من الآبار محفورة في هذه المنطقة تمثل لنا كيف جاي يصير عملية الترسيب وكيف جاي يصير عندي عملية التغيير بالأعماق وكمضاهات بين هذه الآبار حسب البيئات الترسيب وحسب منطقة الدراسة أو مساحة الدراسة. زين، اللي راح نلاحظ أنه بهذا التقسيم بالجروب سوبر جروب جروب فورميشن ومنبر وبيت، الوحدة الأساسية بالتقسيم واللي احنا نهتم بها بشكل كبير هي الفورميشن. Here formation. Liesh, which is a body of material that can be identified by its
characteristics and by its stratigraphic position. يعني اللي هي تمتاز بالصفات الصخرية وكذلك بالموقع الطباقي. خلي أتكلم عن هذه الجزئيتين. الصفات الصخرية شو نقصد بها؟ وشنو هو الفورميشن؟ الفورميشن كتعريف هو عبارة عن مجموعة من الصخور، قد تكون يعني صخور واحدة، قد تكون اثنين ثلاثة. هذه المجموعة الأبر مالتها واللور مالتها إلهن فترة زمنية معينة، يمتازن بصفة معينة. زين، يعني ما بيهن ذاك الاختلاف اللي هو انه يدعونه انه ما تكون فورميشن. زين، ممكن تكون فقط منبر والى اخره. زين، فالفورميشن يمتاز انه بصفة صخرية معينة ويمتاز بموقعه. زين، منو راح يوضح هذا الفورميشن؟ شنو تفاصيله؟ راح يجينا الجواب عنه. يقول it must be traceable literally، يعني يجب ان يعني تتبعه جانبيا، يعني امتداده الجانب التكوين لازم نتبعه. That is it must be movable at the surface or in the subsurface. ايضا هذا التكوين لازم نثبته بالخرائط الجيولوجيه الطبوغرافيه، سواء كان هو عباره عن مكشف على السطح او كان subsurface كطبقات يعني تحت السطح. زين، هذه بالنسبه للفورميشن. زين، ايضا من صفات التكوين لازم انه يمتلك يعني صفه الليثولوجيكال هوموجينيتي، التجانس الصخري، وذكرتها انا قبل قليل. زين، التجانس الصخري هو عباره عن المينرولوجيكال كومبوزيشن، يعني التركيب او التكوين المعدني له، ايضا التكستشر، النسيج، ايضا تركيب البرايمري سيدمنتري ستراكشرز اللي هي التراكيب الرسوبيه الاوليه مثل الكروس بيدنج ومثل المارل عفوا، وتراكيب الرسوبيه الاوليه فقط غير الثانويه. زين، تمتاز بها هذه خلينا نقول التكوين او الطبقه. ايضا احتواها على المتحجرات بالإضافة إلى ذلك الليثولوجيكال كومبوزيشن. زين، إحنا عندنا هواي تكوين، إن شاء الله بالمحاضرة القادمة نذكر تكوين منطقة الجنوبية بالعراق. زين، مثل على التكوين مثل تكوين دمام، تكوين سعدي، هارثة، وأم الضومة، ويعني شعيبة، نهر عمر، رميلة، مشرف، أحمدي، هاي كلها عبارة عن تكوين موجودة في جنوب العراق. بعضها يمتد مثلا لإيران، بعضها يدخل في الكويت، بعضها في مثل تكوين الدمام يدخل في السعودية، لور فارس موجود في الإيران والكويت وإلى آخره. هذه عبارة عن تكوين صخري تمتاز بصفات صخرية معينة مثل ما ذكرنا. زين، هنا نجي نقسم. احنا ذكرنا انه الفورميشن هو الوحدة الاساسية، حكى عدل. هذه ممكن الفورميشن يتقسم الى وحدات اصغر اقل، نعم ممكن، divided into smaller units in order to provide more detail of the distribution of lithological. يعني في بعض الاحيان انه نحتاج انه الفورميشن نفسه ينقسم الى وحدات اصغر، خاصة اذا لقينا بداخل الفورميشن نفسه اكو ما يدعو الى يعني خلينا نقول تقسيمه الى وحدات اصغر لغرض معرفه التفاصيل الدقيقه جدا. زين، وهذا موجود عندنا بجنوب العراق من عنده. The term member، هسه العضو، شنو العضو اللي هو الوحده الاصغر من الفورميشن؟ عباره عن طبقه موجوده ضمن الفورميشن، طبقة موجودة ضمن الفورميشن. واضح؟ هذه المنبر. نذكر is used for rock unit that have limited lateral extent، يعني ما بي امتداد جانبي كلش هواي حتى نعتبره فورميشن. يعني هو جزء من الفورميشن. And are consistently related to a particular formation. طبعا هو يتعلق بتكوين معين او يتعلق ب
في بعض الأحيان أو نادرا جدا أنه ممكن يتعلق بأكثر من تكوين. زين، يعني المنبر يمثل أكثر من تكوين. زين، كمثال هنا ناخذ كمثال فورميشن متكون بصفة أساسية فورميشن من الساندستون، لكنه يحتوي ضمن هذا التكوين على طبقة بسيطة معينة غير ممتدة إلى مسافات طويلة، يعني مع الساندستون كفورميشن محتوي على الكونجلوميريت في in some parts of the area of outcrop، يعني في أجزاء بسيطة من المكشف الخاص بالتكوين. زين، هذه نقول عليه member. Individual beds or sets of beds may be named، يعني قد يكون عندي طبقة واحدة أو مجموعة من الطبقات ممكن أن نطلق عليها تسمية. If they are very selective by virtue of their lithology or fossil content، إذا كانت هي تمتاز بصفة صخرية و يعني أو محتوى من المتحجرات. هذه الطبقات إذا كانت تحتوي على أهمية اقتصادية أو تكون هي نافعة عندي أو مهمة جدا في عملية الكورليشن أو المضاهات أو المقارنة بين الطبقات. زين، بالتالي هذه ممكن أني أهتم بها بشكل أكثر. Where two or more formations are found associated with each other and share certain characteristics, they are considered to form a group. إذا لاحظنا أنه ممكن أنه تكوينين أو أكثر من تكوينين مرتبطات فيما بعضهن أو يمتلكن صفات أو خصائص مشتركة بين هذه التكوينين في صفات معينة، ممكن أن نسمي هذه التكوينين أو الثلاثة أو الأربعة جروب. زين، هسه صار عندي واضح أنه أهم شيء جاي أهتم به أنا الجروب والفورميشن والممبر. البيت والسب جروب لأني نادرا موجودات وهن بالأصل موجودات. الباوندريز اوف ليثوستراتيجرافيك يونت، الوحدات الطبقية حدودها، باوندريز حدودها شلون تتحدد، يعني التكوين شلون نقدر نحددها من تكوين الى اخر. لاحظ هسه هذا الشخص مخلي هذا الخطوط الاحمر باعتبار هذه طبقة او تكوين سموه ساندستون يونت، وهنا كلايستون يونت، تكوين كلايستون ساندستون مسمي ليا هنا، أنا مو مسمي فورميشن، مسمي بس واحدة. زين، مسمي ليا واحدة. هنا أنا يظهر إنه ظاهر إنه ما بين الكلايستون ساندستون أكو شارب أو ديسنكت كونتاكت، يعني بيناتهن تغيير مفاجئ أو حاد جدا. بالتالي الأبر مانت هذه الطبقة الكلايستون واضح، واللي هو نفسيته يعتبر اللور لهذه الطبقة. زين، تايب سكشن اللي هو يعتبر المقطع النوعي للفورميشن، يعني بالتأكيد هسه اجى بالكم يقول هو الفورميشن هو شنو بالاصل، هل هو مثلا يعني موجود، يعني ما ممكن وجود تكوين جديد بالوقت الحاضر؟ لا، التكوين هو شخص اكتشفه. زين، فمن يكتشفه لازم هو شاف هالشيء. شنو اللي شافه؟ هو التايب سكشن، هو المقطع النوعي، هو هذا اجى درس في منطقة دراسية معينة، لاحظ انه هذا الفورميشن ما موجود نهائيا بالسجلات القديمة او الثوابت القديمة اللي موضوعة بالكتب، انه هذا التكوين مسجل ماخذ اسم، ماخذ مكان، ماخذ السمك مالته، الامتداد مالته، المنطقة الدراسية مالته وإلى آخره. زين، فإذا جاء شخص معين لمنطقة غير مدروسة ولاحظ أكو تكوين هي ما مدروسة نهائيا وما مسجلة، فيبدي نحتاج حتى يسجل الفورميشن مالته يحتاج أنه يبحث عن التايب سكشن، المقطع النوعي اللي هو من خلاله يقدر يسجل الفورميشن مالته. واضح أخواني؟ زين، A type section is the location where the lithological characteristics are clear. لازم يكون واضح جدا. زين، لازم يكون واضح جدا. And if possible, where the lower and upper boundary لازم أيضا حدوده الأعلى والأدنى لازم يكون واضحات جدا. وأيضا it must be located
grid reference and or GPS. يعني ممكن احنا هذا التايب سكشن لازم نحدد له خطوط الطول والعرض ونثبتهن، واضح؟ To make it possible، ليش؟ حتى الناس اللي يريدون يجون مرة ثانية يتأكدون من التكوين، انه شلون راح يتأكدون من عنده؟ لازم اكو عندنا نقطة دلالة عليه اللي هي ال GPS location او ال X وال Y او خطوط الطول والعرض. زين، يجي هنا بالنقطة الثانية يحدد لي الثيكنس مالته لازم وامتداده وين. زين، الثيكنس مالته وامتداده وين. طبعا بالتأكيد الثيكنس راح يعتمد قياسه على من؟ على التايب سكشن. لكن مع ذلك اكيدا تايب سكشن هو المكشف الظاهر للسطح. زين، وبنفس الوقت راح يكون عندنا امتداد إله. هذا الامتداد هو خب مو طبقة ومصبوبة صبابة، أكيد به تأثيرات جيولوجية معينة، راح يبدي ينخفض في منطقة يزداد في منطقة أخرى، منطقة عرض لا تعرية، منطقة ما بها ترسيب وإلى آخره. فأكيد الثيكنس مع الامتداد في مناطق أخرى شبي راح يزداد أو يقل عن الثيكنس اللي ينقاس بالتايب سكشن. واضح إخواني؟ The limit of the geographical area over which the unit is recognized should also be determined. أيضا المساحة الجغرافية أو مساحة اللي درسنا بها type section لازم هذه تتحدد. There are no formal upper and lower limits of thickness and extent of rock units defined as formation or member or group. يعني يقول هناك ماكو حدود رسمية، ماكو حدود رسمية تسجل بالنسبة للفورميشن أو للممبر أو للجروب كأبر أند لور. يعني ما عندنا شيء ثابت 100%. زين، يعني نبطي من إلى من إلى. زين، كسمك وامتداد. زين، the variability of rock types within an area will be the main constraint on the number and thickness of lithostratigraphic units that can be described and defined. Quality and quantity of exposure also play a role. ايضا يقول المكشف اللي ظاهر كميا ونوعيا جدا مهم ويلعب دور مهم بتحديد الفورميشن وتحديد دقة التايب سكشن حتى نسميه بصورة صحيحة. زين، هنا أنا عندي هذه، لاحظوا الطبقة بها كلايستون وهذه طبقة ساندستون، لكن هذا الشكل يختلف عن هذه هنا ساندستون وكلايستون. نلاحظ أنه إذا تشوف هذه النقاط باللون الأخضر، نقاط باللون الأصفر، وهنا باللون الأحمر، تلاحظون انه يقول this interval can be considered as another lithostratigraphic unit. يعني هذه الخط ممكن احنا نعرفه، يعني خلينا نقول شيء واضح جدا هو كلايستون، ومن هنا ايضا شيء واضح جدا هي ساندستون. لكن هاي المنطقه من هنا هي شلون نقول احنا جاي يصير بشكل تدريجي. زين، فيحددون فد منطقة معينة اللي هي ما بين الحد الواضح للكلايستون والساندستون، منطقة معينة هنا وتعتبر هي الحدود كأبر and lower للكلايستون and ساندستون. زين، هذا الحكي where the boundary is not a sharp change، يعني مو حاد تغيير واضح بيناتهم حتى نحدده، راح يكون هنا يلتجون إلى الفيكسد arbitrary اللي هي الاعتباطية أو تخمينية تتحدد. زين، تسمية التكوين مين تجينا؟ لازم إنها في التسمية معينة. المتعارف عليه التسمية تعتمد على المنطقة اللي انكشف بيها التايب سكشن، المقطع العرضي حتى نسمي الفورميشن. وأفضل شيء هو احنا شو نقول عليها distinct and permanent geographical feature، الظواهر الجغرافية الدائمية اللي موجودة بالمنطقة. شنو هي الظواهر؟ قد تكون مركز شرطة، قد تكون مدرسة، قد يكون نهر، قد يكون في مكان معلوم مثلا زقورة أور
اللي موجودة عندنا، هذه تعتبر معلم واضح وثابت دائمي، زين ما يتغير. هذه هنا نقيس المسافة بين مكان Type Section لهذه المكان أو الظاهرة اللي تم اختيارها، زين، وتتحدد بمسافة معينة، وبالبوصلة أيضا تحدد اتجاهها بحيث ما يضيع عندنا Type Section نهائيا. دائما تحدد المسافة، تسجل يعني تسجل بالكتب، زين، تحدد المسافة وتحدد اتجاهها بحيث ما يضيع عندي تايب سكشن خاص بالتكوين، زين. فهسه مثلا هنا اكو في 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 شمال العراق مركز اسمه العقرة، اعتقد هيجي، او قعرة، نعم قعرة، فسموه فورميشن قعرة، زين، نسبة الى مركز شرطة لهذه التسمية، زين. في بعض الأحيان نلاحظ أنه التكوين نفسه يمتاز بصفة جيولوجية، يعني متكون فقط مثلا من اللايمستون أو الغالب عليه لايمستون، فراح نسميه مثلا تكوين The Kingston Limestone Formation. طبعا كينغستون هاي مدينة موجودة في منطقة معينة ومسمين التكوين على اسمه، زين. لكن إذا لاحظنا أكو اختلاف بالتكوين نفسي بالصخاري الموجودة، فهذا راح يكون ليس ضروريا، زين، ولا أساسيا لوضع الصفة الصخارية مع اسم التكوين، زين. عندنا هنا أكو شيء اسمه ليتوديميك يونت، أو يسمونه نان ستراتيفورم روك يونت، هذه باللون الأزرق. احنا المتعارف عندنا انه الصخور الرسوبية تتطبق بشكل Stratiform Layered Units، زين، حسب المبادئ اللي اخذناها Relative Dating Principle، مبادئ اللي هي Superposition والأفقية الدائمية وإلى آخره، الأفقية الأصلية. لكن بالنسبة للصخور المتحولة والنارية ما تأخذ هذه المبادئ، ما تعتمد عليها، لذلك راح تأخذ تسمية أخرى نسميها ليثوديميك يونت، هي الوحدات الليثوديميك اللي هي نفسها، يعني هذه الليثوديميك يونت هي يعني توافق كفورميشن، زين، او نسميها نان ستراتيفورم روك يونت، زين. هذه ذكرتها انه الليثوديميك هو يعتبر فورميشن، لكن هذه مثل صخور ناريه متحوله، هذه مثل صخور رسوبيه، هذه equivalent in rank، يعني مكافئ بالتصنيف للفورميشن، زين. هنا انا اريد شوية تنتبهون علي بموضوع الستراتيغرافي. كل شيء اسمه الفيشز او يسمونه بالسحنات، السحنات هي يعني اذا اريد نعرفها هي عبارة عن اجسام صخرية تمتاز بصفات فيزيائية معينة، زين. هذه الصفات هي بالأصل جتني نتيجة تأثير البيئة الترسيبية اللي نتجت عنها السحنات، وكلمة سحنات هي السحنة الخاصة بالصخرة، بالصخور اللي هي تكون الصخور واللي تكون لنا الفورميشن، زين. إلها ليش يعني صارت مثلا دوليمايت، ليش صارت لايمستون، ليش صارت جيبسوم ساندستون إلى آخره، هذه كلها اعتمدت على بيئة الترسيب، ثبت هاي النقطة، زين، هذا اعتمدت على بيئة الترسيب اللي انطتني الفيشز الخاصة بهذه الصخور، زين. For disconnection from adjacent sediment deposited in a different deposition environment، بالتالي راح نلاحظ انه عندي طبقة صخرية تختلف عن طبقة صخرية المجاورة لها، وهذا كله يعتمد على بيئات الترسيب اللي راح يجي الكلام عنها، زين. دائما sedimentary faces reflect depositional environment، يعني تعكس لي بيئة الترسيب. For example, a sandstone is a sedimentary rock composite mainly of sand, silicate minerals or rock grains. يعني مثلا انا جاي اقول الساندستون هي تتكون بشكل اساسي منين؟
من الساند زين او من حبيبات صخريه. هذه it is body of characteristics such as grain size, sorting, composition as well as sedimentary structure and outcrop geometry. يعني هذه راح الصفات مالتها مثل الحجم الحبيبي، الفرز، الكومبوزيشن وكذلك التركيب الرسوبي. زين بالتالي مثلا هذه الساندستون ممكن احنا ترجع الى احدى البيئات الترسيبية التالية اللي هي الريفيرس، الانهار، اللوفيال فانز اللي هي المراوح الغريانية، والجلاشيال اوتووش، الانجرافات الجليدية، البحيرات والى اخره. زين هنا الملاحظة the environment of deposition has a fundamental control on the lithological characteristics. يعني دائما بيئة الترسيب هي المتحكم الأساسي بما بالخاصية الصخرية. زين lithostratigraphic and environments يعني الوحدات الطبقية الصخرية والبيئات اكو علاقة بيناتهم. يعني دائما الوحدة الصخرية تعتمد في تكوينها وفي خصائصها على بيئة الترسيب. زين This has two important consequences for يعني عندنا مجالين مهمين جدا for any correlation of formation. دا اريد نسوي مضاهات بين التكوين in any chronostratigraph time في اي اوقات زمنية معينة. انتبهوا يعني هنا عندي اولا اذا افترضنا بالوقت الحاضر بالمودرن انفايرمنت بيئات الحديثة it is obvious that fluvial sedimentation can be occurring on land at the same time as deposition is happening on a beach, on a shelf, and in deeper water. هذا المقطع البسيط إذا نرجع نعيده مرة ثانية يقول في البيئات الحديثة لو كان عندنا رواسب نهرية، هذه الرواسب النهرية اللي هي تظهر إن أولا على الأرض ثم في نفس الوقت هذه الرواسب راح تترسب في نفس الوقت على الساحل وبنفس الوقت على الشلف وبنفس الوقت في المياه العميقة، وهذه كلها راح تاخذ شنو؟ تاخذ زمن واحد. يعني شلون هسه ما فهمنا، خلي ناخذ هذه اللي اقصده. يعني انا عندي هذه الارض ثم يجيني الكواست ثم يجيني شيء اسمه البيتش ثم يجيني الفورشور ثم يجيني شور فيس ثم يجيني الاوفشور. ذني عبارة عن مناطق يمتازن بصفات صخرية حسب بيئات الترسيب. هذه تعتبر بيئة وهذه تعتبر بيئة وهذه تعتبر بيئة وهذه تعتبر بيئة وهكذا. فهنا جاي يقول لي انه اذا صار عندي ترسيب نهري على الارض في نفس الوقت ايضا راح يصير عندي ترسيب بالساحل وبالشلف وبالمياه العميقة. فكل بيئة ترسيب راح تمتاز characteristics of the sediments will be different and hence they would be considered to be different formation. وبالتالي يعني الرواسب اللي بنفس الوقت ترسبت في هذه المنطقة وترسبت بهذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة راح تختلف فيما بينها بالاعتماد على منطقة الترسيب وبيئة الترسيب والظروف المؤثرة فيها. وبالتالي بالتأكيد هنا راح يصير عندكم معلوم انه التكوين اللي تتكون تختلف عن بعضها البعض، وهذا نقصد به بالامتداد التكوين. زين هذه في حالة انه هذه الرواسب حفظت كصخور رسوبية. زين it inevitably follows that formations have a limited littoral extent. بالتالي احنا نلاحظ اكو يعني على اعتماد هذا الكلام راح اكو خلينا نقول يعني شلون التكوين محدد ما دائما يستمر، لان اكو بيئات ترسيب تختلف من مكان الى مكان اخر.
زين. ثانيا الديبوزيشنال انفايرمنت، بيئات الترسيب don't remain fixed in position through time، يعني ما تبقى ثابتة بمكانها، يصير لها تغيير. وهذا الكلام راح نشوفه هسه بالشكل اللي راح يجي. مثلا هنا أنا consider a coastal line، يعني عندك هذه الكواستر لاين، هذا زين شو نسميه، خط الساحل. where a sandy beach for sure، إذا كان عندي هنا هذه ساند رمل موجود بالفور شور. زين lies between، يقع a vegetated coastal plain and shore face succession of mudstone quartzing up to sandstone، يعني هذه الكواستر لاين نفسها راح يقع، هذه راح يقع بين منطقتين، منطقة الكواستل ومنطقة الشور فيس. شور فيس، لاحظ هذه المنطقة كلها تعتبر شور فيس. زين وبالتالي يعني ما باقي ثابتة بمكانها، راح يصير تحركات الأمواج المائية فتبدي تاخذها ذهابا إيابا. زين لاحظوا أيضا بالفورشور، الفورشور هذه إخواني، هذه زين هذا مكانه اللي هو يسميه الساحل. زين is a specially restricted deposition environment، هو بيئة ترسيب معقدة جدا مكانيا. it may extend for long distance along a coast، يعني هي تمتد على طول المسافات طويلة مع الساحل أو مع الشاطئ. but seaward it passes into the shallow marine shore face environment and landward، يعني هنا عندك هذه الشور فيس اللي هي بعد الفور شور، بيئاتها وكذلك البيئات الأرضية into continental conditions. زين the wealth of deposit produced in a beach and foreshore environment may therefore be only a few tens or hundred of meters، يعني عرض الرواسب اللي راح تترسب في هذا المكان خاصة بالفورشور يعني وكذلك بالبيتش راح تكون يعني قليلة جدا، يعني عشرات أو مئات الأمتار. however a foreshore deposit will end up covering a much larger area if there is a gradual rise or fall of sea level، يعني راح نلاحظ إذا هذه في هذا الكلام، هذا الكلام في الأعلى في حالة الفورشور، في حالة ساكنة يعني ما صار عندي أي حركة لمستوى سطح البحر. أما في حال إنه مستوى سطح البحر صار بيتقدم وتراجع، يقول هنا أنا راح يبدي يعني تتغطى بكميات كبيرة جدا من الرواسب. وهذا الشيء هسه راح نشوفه. if sea level slowly rises the shoreline will move landward، يعني إذا مستوى سطح البحر ارتفع نلاحظ إنه the shoreline will move landward، يعني راح تتجه اتجاه اليابسة. and through time the place where sand are being deposited on a beach would have moved. زين شوفوا لهذه المنطقة وارجع لهذا الكلام الخاص بارتفاع او تقدم تراجع البحر. شوف هذا البيز لاين او الكواستر لاين، هذه هنا مناطق تبدي تتقسم قاريا، continental shelf، continental slope، continental rise، هذه منطقة العميقة. زين شوف هنا منطقة بين الأوشينيك كروست والكونتيننتال كروست. زين هنا اللي أريد أقول عليه اللي هو ذكره ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر، شنو اللي راح يسوي؟ شوفوا يا هنا رواسب، هذه الرواسب باللون الأصفر اللي هي رواسب نهرية، هذه هنا رواسب البيتش اللي هي اللون الأصفر الفاتح، هذه شور فيس اللي ما بعد الساحل، والأوبن شيلف اللي هي هذا اللون الأزرق. هذه اللون الفوق هنا عبارة عن ووتر، مياه. في حالة انه صار عندي ترانسجريشن، تقدم للبحر، تقدم البحر انه شنو صار ارتفاع في مستوى سطح البحر، فراح يتقدم باتجاه لاندورد. زين هذا شو يسوي؟ يسبب لي انه نسبة الرواسب راح تتحرك باتجاه الارض، باتجاه اليابسة، باتجاه الشاطئ. حركتها راح ترفع الرواسب اللي موجودة
هناك بالأعماق تبدي ترفعها باتجاه اليابسة. طبعا سبب لي مشكلة انه تكون لي تكوين جديدة مختلفة جدا عن التكوين في الحالة الساكنة. لاحظ هنا اللون اللي هو باللون الأصفر شلون يتقدم، ثم يجي بعده اللون الأخضر، شوف شلون المنطقة امتلت بالرواسب نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر. عندك هنا ثم اللون الأزرق اللي هو كان بعيد جدا عن اليابسة وعن الشاطئ أو الساحل. أما في حالة أنه صار عندي تراجع لمستوى سطح البحر اللي هو الريجريشن، هنا شو يصير؟ هو نفسيته هذه يبدي يتراجع نتيجة يعني نتيجة سبب ما، ينخفض مستوى سطح البحر أكيد. فانخفاض مستوى سطح البحر راح يبدي الراسب اللي هو الخاص بالأوبن شولف يكون بهذا الشكل، ثم يجي بعد الشور فيس رواسب بيئة الشور فيس، ثم رواسب البيتش ساحل، ثم حتى نشوف اللون الأصفر الخاصة بالفلوفيال اللي هي النهرية شوف يبدي وين يصعد. زين، هذه العملية يسموها الـ MFS اللي هي عملية تقدم ثم تراجع البحر. لاحظوا هنا اخواني شلون تبدي تتكون التكوين الصخرية. زين، هذه فيما يخص كل الكلام عن الليثوستراتيغرافي. الوحدة الطبقية الثانية يسميها بالبايوستراتيغرافيك بايوستراتيغرافي اللي هي بالتأكيد يعني تعتمد اعتماد كلي على توزيع المتحجرات بالسجل الطبقي، يعني بالعمود الطبقي. زين، تحجرات وين موجودة؟ and the organization of strata into units on the basis of their contiguous fossils، يعني الكائنات الحية اللي تكون كمتحجرات من الطبقات. زين، العلماء الأوائل لاحظوا أكو اختلاف في الوحدات الصخرية، خاصة يعني تكون إما تحتوي على similar fossil remains or assemblages of fossils، يعني قد يكون عبارة عن كائنات أو متحجرات متشابهة، أو يكون مجموعة من المتحجرات تكون مختلفة فيما بينها. زين، moreover the units that contain the same fossils could sometimes be traced laterally and shown to be part of the same layer. الجميل جدا انه بهذا المتحجر في حالة انه كان نفس المتحجر ممكن احنا نروح مع الفورميشن جانبيا نتبعه ونلاحظ المتحجرات اللي موجودة في الفورميشن. فوجود هذه المتحجرات يدل على انه انا في نفس التكوين ونفس الطبقة. تصنيف المتحجرات او الكائنات الحية، اولا هذه تصنيف الكائنات الحية اللي كان في علم البيولوجي موجود، اول تصنيف هو اللي هو species اللي هي الانواع. زين، الانواع يعني هي عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية المتزاوجة المعزولة تكاثريا عن مجموعة اخرى مماثلة لها. زين، هذه الانواع واختلاف الانواع. زين، وهذه وضعت في تصنيف يسمونه لينيان سيستم. هذا الرجل يعني وضع هذا النظام الخاص بتصنيف الكائنات الحية اللي هو يبدي من انواع ثم اجناس ثم عائلة ثم رتب ثم اصناف ثم فوليوم ثم اخر شيء اللي هو المملكة. زين، يعني يبدي من الصغير الى الكبير. طبعا الأجناس هي مجموعة من الأنواع بالتأكيد. زين، يعني and when an organism is named it is given a genus، لازم يعني كائنات تنطيها ثم بالإضافة إلى ذلك تنطيها إلى الأنواع. for example homo sapiens هذه الخاص بتصنيف الإنسان. زين، أيضا في عام 1856 عالم اسمه ألبرت أوبول وضع مبدأ للبيوزون أو يسمونه بنطاق الحياتي حتى يوصف أن الطبقات اللي تمتاز بمحتواها من المتحجرات. والبيوزون represents the interval between the appearance of spaces at the base of the zone and the appearance of other spaces at the base of the next zone. يعني توصف أن البيوزون ظهور الأنواع الكائنات الحية في طبقة معينة و
انتهاءها وظهور أنواع أخرى وانتهاءها. زين زين مثلا هنا all zones are named after a particular distinctive fossil species called an index fossil. يعني نطاق الأوبر سموه لنسبة إلى متحجرات أنواع متحجرات معينة. طبعا قسمت هذه البايوزون إلى عدة أقسام. القسم الأول يسمونه التاكسون رانج، والقسم الثاني يونيج بايوزون، والكونكرنت رانج اللي يسمونه المتزامن، والأسامبلج بايوزون اللي هو النطاق الحياتي المتجمع. طبعا ذن هنا اللي هنا موجودات. هذا النوع الأول اللي هو صنف واحد يظهر في طبقة ثم ينتهي بطبقة ثانية. النوع الثاني لا، يظهر هو نفس الصنف لكن من طبقة لطبقة يبدي يطور نفسه أكثر. النوع الثالث متزامن، يعني هذا متحجر يتزامن مع ظهور هذا المتحجر وظهور هذا المتحجر في عدة طبقات. والنوع الرابع هو مجموعة متحجرات تتواجد في طبقة معينة. زين لهنا أعتقد انتهت محاضرتنا، وإن شاء الله تكون محاضرة سهلة، وأي سؤال أنا حاضر إن شاء الله. تحياتي لكم.